Баварищу, по-моему, выглядел неплохо. А вот уже и гол Майнца. И это прекрасно. Это интрига, которая зарождается в начале встречи. С разворота пробил, сыграл Мануэль Нойер, для которого нам сейчас полит итальянского футбола. Подача очень опасная. И 2-0. И 2-0. И это Робин Куайсон. Вот так вот. 2-0. Майнц обыгрывает мюнхенскую Баварию. Левандовский. 2-1. Und bisschen ist noch unglücklich hier. Haag, meine ich, war's. الكرة في القائمة الثانية توصل لصلاح. با 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 با. يا سلام على الروعة، يا سلام يا سلام على البراعة في الاستلام. محمد صلاح يستلمها بروعة ودوران على الطائر ويسددها في الجول ويسدد هدفه العشرين. نعم تستحق هذه الكرة من هنالك بالراس. خطيرة خطيرة. با 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 جول. ويلاك ويلاك ويلاك، هذا الذي يحدث لا يحدث إلا هنا، لا يحدث إلا مع كلوب. ما هذا النحس الذي يطارد ليفربول؟ عدل ويلسون فرفض الحكم. عدل ويلاك. كرة أمامية في اتجاه لاعب مبابي، مشى مبابي، انطلق مبابي، مبابي جول. مبابي جول مع البداية في الدقيقة الرابعة. الهربة لكيليان مبابي والسرعة لكيليان مبابي والإنهاء عادي اعتيادي طبيعي من كيليان مبابي. هذه عادته، هذه أنت يعتمد على اسمه التالية فريق بول. جول، هدف التعادل لنادي ماس عن طريق ماس بعد التمريرة عرضية. تمرير هذه فرصة، فرصة جول جول جول. امبابي رجع من جديد. امبابي ريكارديا تقدم ايكاردي جول بطريقة البانيكا. نعم بطريقة استعراضية فنية جميلة جدا، حطها في المرمى في الكثير من الهدوء. Сборной Швейцарии Эрлинг Холланд под острым углом, выход к воротам, удар один. Как же бежит, как же бежит Эрлинг Холланд, забивает в ситуации, когда его команда почти не бьет. 2-0, он просто убежал, вы понимаете? Он просто взял мяч. أمامهم في الهجوم كل من إيسكو، أسينسيو ورودريجو، ورأس الحربة هو كريم بنزيما. 4-2-3-1 لزين الدين زيدان، بعد ما كنا يعني شفنا في اللقاءات السابقة كان لعب أمام قادش بثلاث مدافعين، كان لعب بميليتاو وكان أيضا شارك في تلك المباراة أمام فريق وكان باران وكان ناتشو أمام قادش. المباراة اللي كانت اتلعبت يوم 21 إبريل واللي كانت انتهت بثلاثية نظيفة طبعا أمام. النهاردة نتيجة إيجابية، لكن النهاردة أكيد في غيابات. وفي الدور الأول في بنيتو بيا مارين كان اللقاء انتهى بتفوق ريال مدريد 3-2. مودريتش أمامنا هنا بيعود، أدي مودريتش يمرر تمريرة وانطلاقة أمامنا هنا من جانب اللاعب خوان. أدي كارباخال إصابة أمام فالنسيا، كان في شهر فبراير بعد النجم كريم بنزيما. أمامنا طبعا صاحب ال 21 هدف وإن كان يتصدر قائمة الهدافين النجم طبعا مثل رودريجو البرازيلي، يمرر إلى كريم بنزيما 7 أهداف ثم عاد في 2015. أمامنا هنا الضغط خواكين، ربط ما بين لاعبي نادي ريال بيتيس اللي خد فيرونتينا. وأمامنا هنا انطلاقات ومحاولات، ولكن على طول دائما وأمام المساعدة فييتا تدوير للكرة والكرات العالية وادي الرأسية. لكن اسينسيو جنب الشمال، اسينسيو يلف كرة حلوة قوي. يا ولد يا لعيب، ولكن التغطية ممتازة. فيكتور رايز أمامنا غطى حلوة قوي، لطفت
كرة معمولة حلوة حلوة الثلاثاء وكان النهاردة عندهم مباراة مصرية مهمة جدا. سبع أهداف خمسة منها لما شارك كبديل، ركنية خطيرة وادي أمام زيما إلى مودريتش، شفنا كرة أسينسيو، شفنا تسديدة منذ لحظات. مرة تانية هنا بدأ الريال وفاول في منطقة حلوة، فاول أمامنا وخافيير استرادا فرنانديز يحتسب خطأ لصالح البرازيلي اللي أمامنا هنا صاحب الأداء المميز حتى على مستوى المنتخب البرازيلي، توج باللقب لاعب يملك القدرة التهديفية كازيميرو كمان تكون الهيكل الأساسي لهذه البطولة. انطلاقة حلوة من جد رودريجو ونطوي صفحة السوبر ليج لأن هناك لقب الليغا، هناك لقب هام هو لقب الليغا أمامنا هنا. هذه الكرات الثابتة إسكو في المرمى بعيدة إسكو، هذه أمامنا إسكو آخر أهدافه كان في مرمى المان سيتي على مستوى دور الأبطال يعني يوفنتوس وإنتر وميلان. ونضيف على جانب البرازيلي رودريجو، تعود إلى كريم بنزيما يسدد ولكن كلاوديو برافو أمامنا. هذه كورتين كورتين للنادي الملكي، كرة في البرازيل للرموز، كرات العالية أمامنا هنا والصراع في الكرة يعني بشكل جيد رغم أنه هو من أضعف الدفاعات في المسجل راموس. وأنه انطلاقة أمامنا هنا من جانب اللاعب لاينس لكن حكم اللقاء من الديفاول على دييغو مع مودريتش مع كمان توني كروس مع فرصة للتسجيل أمامنا لكن يضيع. كريستيان نقل الكرة عن بن شيرمان عرضية وحسبت هو حسبت الألماني ساشن وأخيرا تتغير نتيجة المباراة. البلوز يصل لبرا هامرز بعد هجمة سريعة اختبى الألماني بشبكة فابيانسكي في آخر لحظات الشوط الأول. تشيلسي يبقى حد ليكسر حاجز التعادل السلبي.